بين الرقواني لاعب فريق ابها الى احمد عبدو الى عبد الله الشمري، انطلاقه الان خطيره لفريق ابها، مشعل المطيري في الجانب الايسر، التواجد من محمد العتيبي حارس مرمى فريق احد في اللقطه الماضيه، سبق ان مثل نادي نيوم في فتره من الفترات. 10 دقائق ونصف تمر من مجريات لعب فريق أبها، مثل أندية الاتحاد والعدالة في فترة من الفترات هذه الكرة الأخطر في المباراة وفي شوط المباراة الأول تحديدا، وأبها لعب مباراتين، خسر في المباراة الأولى أمام نيوم بهدفين مقابل لا شيء، وكسب في المباراة الثانية أمام العربي بها. إلى الجانب الأيسر إلى أصيل الشنيف إلى محمد العتيبي إلى أحمد النجعي، اللاعب الكرة الماضية ضربة مرمى إذن لمصلحة فريق أحد، نفذت ضربة المرمى والكرة الآن منقولة تنقل تلعب المحاولة في وإلى ومنقولة إلى الأمام بالنسبة للنتائج، أو الكرة الآن تنقل إلى الأمام، الشمري الكرة تصل إلى محمد العتيبي لاعب فريق أحد وحارس فريق أحد. سيسا الأول كان في 1966 حقق 5 بطولات فريق أبها خلال مسيرته التاريخية، دوري المطيري أو من قبل الشمري لاعب فريق أبها في اللقطة الماضية، تصل الكرة عند محمد العتيبي حارس مرمى فريق أحد، منقولة إلى فريق أبها إلى الأمام، يتوسعون في أرضية الملعب، نقل الكرة إلى العوفي في الجانب الأيسر، محمد العوفي عرضها بشكل مناسب منقولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. كرة الأول ولا حتى الآن، بينما أحد أجرى تغييرا وحيدا، والكرة الآن محمد العتيبي إلى أصيل الشريف لمصل مطلق الشمري، مطلق الشمري إلى عبد الله الشمري، عبد الله الكرة وصلت إلى أصيل الشريف، أصيل الشريف إلى محمد العتيبي في الخلف، محمد العتيبي إلى حمد السياف، لا أم يعيد الكرة، أعاد الكرة إلى أصيل الشريف إلى محمد العتيبي حارس مرمى فريق أحد، نقل الكرة إلى أقصى الجانب الأيسر إلى العوفي، العوفي إلى الشمري في الجانب الأيسر لأبها منقولة، أحمد عبدو رأسيته ولكن محمد العتيبي حصل على الكرة الماضية حارس مرمى فريق أحد منقولة في الخلف، كرة مقطوعة لمصلحة الشمري لمصلحة أحمد عبدو لاعب فريق أبها يحاول المرور، يجد المضايقة من قبل أحمد عمر مدافع فريق أحد، وخطأ محتسب لمصلحة فريق أحد ينفذ بشكل الاثنين واحد، حضرت 4 مرات، 3 مرات لأبها ومرة لأحد، والرأسية الآن فيها خطورة، العتيبي محمد خلصها، رأسية فابيان في اللقطة الماضية خلصها محمد العتيبي في الرمق الأخير، خلصها في اللقطة الماضية إلى ضربة زاوية، 3 دقائق متبقية في شوط المباراة الثاني، خلصها محمد العتيبي، رأسية فابيان حتى فريق أبها، هذه الكرة الماضية واللمسة الأخيرة لمسة فابيان، ثم التخليص عند اليامي في اللقطة الماضية، محاولة عبد الرحمن اليامي والكرة الآن أحمد عبدو، استغل تقدم محمد العتيبي ولكن العتيبي أيضا يتألق ويعود الكرة الماضية، هذه كرة أحمد عبدو، انكشف للملعب ثم لعب الكرة مباشرة إلى مرمى فريق أحد، ولكن أحمد جانب الأيسر من الملعب عند مدافع فريق أبها في اللقطة الماضية، العوفي خلصها، تقدم محمد العتيبي حارس مرمى فريق أحد إلى علي النمر، أمامية النمر